السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في هذا الفيديو سأقدم لكم مشروع كالعادة، يعني مشروع مربح يمكنكم إخواني خلال الاستثمار فيه والربح بعض الأموال من خلال الاستثمار في هذا المشروع الذي يبدو جيدا والذي سأقدمه لكم في هذا الفيديو إخواني في الله، وسأريكم جميع مميزاته إذا كنتم تريد يعني الاستثمار فيه. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات إخواني في الله. فكمل إخواني هذه الواجهة الخاصة بالمشروع، فالمشروع يدعى بسولور دي، يعني هو مشروع يعني على السولانا كما نرى. سولور دي سولانا زائد الجيمفيكيشن ثم البيتكوين أوريجينال زائد البي آر سي 20، ويوجد أيضا الآر NFTs إخواني في الله. فكما نرى هو يعني لديه مشروع جميل جدا، لديه أيضا بعض NFTs مثلا the world كما يقول لك هنا the world first aerial engine game on سولانا كما نرى. فال المنصة يعني سأريكم مثلا هذه الكونتراكت الخاصة بها، الكونتراكت إذا ذهبنا إليها هنا على السورس كرام إخواني في الله سنجد أنها يعني كما نرى يعني التوكن سولور دي فهو جميل جدا، ونظر الماركت كاب الخاص به، البرايس لحد الآن يعني برايس جميل جدا، يعني الكورنت سبلاي موجود، والهولدرز كم من هولدرز هنا إخواني في الله أكثر من 2001 يعني هولدرز. فكما نرى هنا الناس يشترون، انظر مثلا هذه أقل من دقيقة الناس يشترون إخواني في الله ويستثمرون في هذا المشروع الجميل والجميل جدا. كما نرى البارتنرز الخاصة بسولور دي راديو الكوين كوين جيكو كما نرى، جوت بيت، جاب تير كما نرى، ديكستوز والاو اكس او اكس، وكوين ماركت كاب إخواني في الله الذي يعني في قرب العاجل سيقوم بليست هذا العملة الرائعة. فكما نرى هنا السولور دي مع البولش كما نرى، من هنا يمكنكم إخواني في الله قراءة بعض الأشياء لكي تعرف أكثر. إخواني في الله إذا كنتم يمكنكم تخطو هنا لكي تعرف أكثر. أيضا إخواني في الله هذه الكونترا سمارت كونترا الخاصة بإخواني في الله، هذه الرود ماب إخواني في الله، الرود ماب فهي قوية وقوية جدا كما نرى، يمكنكم هنا قراءتها لكي تعرف يعني الرود ماب ويعني ماذا يتطلع هذا المشروع يعني للازدهار والربح. فكما نرى هنا يعني بعد المعلومات حول يعني العملة او حول المشروع، فكما نرى هنا اخواني في الله فيوجد NFTs كما قلت لكم. ايضا يعني مشروع فهو جميل جدا، مثلا اذا كنتم يعني مثلا الباي مثلا الاوس بي ار سي 20 يمكنكم الذهاب الى هنا، فكما نرى هنا على اليونيسيت كما نرى إخواني في الله، فمن هنا يمكنكم إخواني في الله إذا كنت تريد شراء من هنا يمكنكم شراءها. الآن سأريكم إخواني في الله العملة الشرط الخاص بها، مثلا سنذهب إلى ديكستول شرط كما نرى إخواني في الله. فكما نرى إخواني هذا هو الأنظر معي يعني للتوكن 0.004 والآن أصبحت 0.005، انظر معي يعني مشروع جميل وجميل جدا في آخر 24 ساعة، انظر كم ارتفعت 80% حتى الآن يعني تقريبا 70-80. انظر الآن إخواني في الشارت الخاص بهم، انظر في أينما كانت 0. كانت 0 تقريبا يعني 30 تقريبا، والآن انظر كم طلعت يعني أكثر يعني ارتفاع، وصل حتى تقريبا 0.0060، هذا جميل جدا. هذا هو البرايس لحد الآن إخواني في الله الخاص بها. انظر الماركت كاب إخواني في الله 5 مليون دولار، وأيضا الليكويديتي فهو مفتوح، وانظر الليكويديتي فطريقة صراحة مشروع جميل وجميل جدا إخواني في الله، يمكنكم الاستثمار فيه إخواني في الله. فكما نرى الناس هنا يشترون وكل شيء إخواني في الله، المشروع فهو جميل وجميل جدا. ايضا هنا اخواني في الله كما نرى هنا التوكنومكس الخاص به اخواني في الله، توكن سيمبول هو سولو كما نرى، توتا سبلاي 1 مليار كما نرى، تاكس ليس يوجد زيرو فيز كما نرى، والفير لينش يعني كانت في 12 كما نرى من هنا. ايضا الان اذا كنت تريد مثلا الشراء السولور دي يمكنكم الذهاب الى باينا، وعلى هذا الشكل ستذهب الى جوبايتر كما نرى، بعدها يمكنكم كونفيرم على هذا، ثم هنا تقوم بكونكت الورد الخاص بك، فهذا الورد الخاص بك الفانتوم او اي شيء. مثلا هنا يجب ان يكون لديكم بعض الدولارات اخواني في الله، وهنا يمكنكم بدء في الشراء. مثلا اذا كنت تريد استثمار مثلا واحد سولانا الذي يعادل 149 دولار، الان ستاخذ تقريبا 29000 من السول كما نرى. هذا هو السول اخواني، هذا هو السولو يعني الاخواني في الله، فهنا يعني العمله وكل شيء اخواني في الله. فمن هنا يمكنكم الشراء اخواني في الله. اذا هو لا تنسوا الدخول الى الكومنت الخاص بهم على التليجرام، مثلا اذا ذهبنا الى التليجرام الخاص بهم
فهذا التليجرام كما نرى الممبرز متفاعلين، يمكنكم الدخول. هذا هو التليجرام خاص بي، يمكنكم جوين اخواني في الله، ومن هنا يمكنكم التكلم معهم اخواني في الله وكل شيء في التليجرام الخاص بهم. فصراحه شرحت لكم تقريبا كل شيء. لا ننسى ايضا يوجد الميرش الخاص بهم، اذا ذهبنا الى الميرش اذا كنت تريد مثلا شراء، يوجد الميرش الخاص بهم اذا كنت تريد مثلا شراء بعض الاشياء. فمثلا هنا الان لحد الان يريد واحد $1000 تقريبا، هنا الميرش اذا كنت تريد مثلا شراء اي واحده اعجبتك في الميرش الخاص بهم. فمثلا هذا هو مثلا واحدة تريد الأسود أي لون، ومن هنا يمكنكم الشراء إخواني في الله بطريقة سهلة وسهلة جدا. فصراحة هذا هو المشروع، فمشروع جميل جدا، مشروع على الصنانة، يمكنكم الاستثمار فيه إذا كنتم يعني تريدون ربح بعض الأموال من خلال هذا المشروع. يعني شرحت لكم تقريبا كل شيء حوله، يعني إذا كنتم تريد الاستثمار سأترك لكم جميع الروابط أسفل الفيديو. وكان معكم مثل التقنية، ونلتقي في فيديو جديد مع مشروع مربح آخر. إلى اللقاء في حلقة جديدة.